احنا الى حد الان اجرينا اكثر من 910,000 تحليل. من بين التحاليل هذوما ظهروا عندنا 220,000 حالة حاملة للفيروس، شفاو منهم 180 اكثر من 180,000 حالة، الا للاسف توفاو 7378 تونسي، ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم. في شهر فيفري سجلنا 477 وفاة، البارح سجلنا 46 وفاة، ربي يرحمهم نسكم. عدد الوفيات نسبيا في استقرار، كذلك نسبة إيجابية التحاليل، معناتها التحاليل إيجابية على جملة التحاليل، نزلت إلى حوالي 20%، كانت قبل الأسابيع الماضية في 30 وأكثر من 30%. عدد المقيمين بالمستشفيات البارح كان 1678 مقيم بالمستشفيات العمومية والخاصة، الرقم هذا كان أسبوعين التالي 2310 مريض. عدد المقيمين بأقسام الإنعاش بلغ البارح 360 مريض، بينما كان في الأسابيع الماضية بلغ 418 مريض. كذلك عدد المقيمين بأسرة الأكسجين بلغ البارح 1318 مريض، بينما كان في الأسبوعين الماضيين بلغ 1709. شنلاحظوا هنا؟ لاحظوا نسبة عدم شغول أسرة كذلك في أسرة الإنعاش حاليا 76%، بينما كانت أسبوعين التالي 80%. ونسبة عدم شغول أسرة بالنسبة لأسرة الأكسجين حاليا 56%، بينما كانت أسبوعين التالي 74%. إذن ثم بوادر إيجابية نسبية جدا، لذا يلزمنا نواصلوا في إجراءات تطبيق الإجراءات الوقائية. علاش؟ أول حاجة مش نرجعوش كما الفترة الأخيرة وين سجلنا تراجع في الأعداد بعد وقع التراخي وسجلنا أقصى أعداد الوفيات اللي بلغتها تونس جراء هذا الوباء. كذلك بالنسبة لي نحن حب نذكر التلقيح إن شاء الله يجينا في أقرب وقت، والتلقيح هذا ما يكون ناجع بصفة كبيرة إلا ما تكون انتشار الوباء يكون أضعف الحالات نتاعو. لذا تبعا لدراسة الوضع الوبائي والاطلاع على مقترحات اللجنة العلمية، قررت اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا مواصلة العمل بالإجراءات اللي تم إقرارها يوم 25 جانفي لمدة 3 أسابيع، أي إلى غاية يوم 7 مارس 2021. شكرا. وجه النمر إذاعة شمس أفام. سيد الوزير حكيت على نوعا ما استقرار في عدد الإصابات المسجلة في الفترة الأخرى، لكن نلاحظ انه فما تراجع في عدد التحاليل بصفة يومية يعني يتم اجراءها، وبالتالي عادي انه العدد باش ينقص. نعرفوا كل ما يترفع عدد التحاليل كل ما الإصابات تكثر. وبالنسبة للتلقيح سيد الوزير، يعني كنت اشرت اكثر من مرة انا باش تكون موجودة في شهر فيفري، تقريبا احنا اليوم 11 فيفري وحتى التوا يعني ما فماش معلومة مؤكدة قداش باش يجي التلقيح لتونس. هنا سلطاني إذاعة موزايك في نفس الربط مع زميلي حول مسألة التلقيح، وخاصة أنه النسب للمواطنين اللي رافضين ممكن يتمتع بالتلقيح عمال ويرتفع بالنظر لنتائج صبر الآراء مؤخرا. فماشي خطة صحية وطنية باش تعملوها أنتم كوزارة الصحة ممكن لإقناع المواطنين بأهمية الإقبال على التلقيح وتوضيح عديد المسائل العالقة اللي تخليهم ممكن يتخوفوا، خاصة وقت اللي يشوفوا انه في برشا يعني تقارير عالمية انه باش تكون فما نتائج ممكن سلبية على صحتهم اذا عملوا التلقيح ما الى ذلك، وهذا يطلب يظهر لي
حملة وطنية من طرفكم وإلا إجراء للخبراء والمختصين إنهم يكونوا في البلاتوات الإعلامية لتوضيح المسائل هذه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي سألوا عليها المواطنين اللي وافدين من برا بخصوص عملية الحجر لمدة أسبوع، هناك اعتراضات ممكن حتى شفناها من بعض النواب الممثلين التونسيين بالخارج حول الطلبة اللي يمشي ويجيوا يعني مش بعد مدة طويلة على تونس، وأيضا الناس اللي تخدم ممكن عندها ارتباطات عملية بدول الخارج. مسألة الحجر لمدة 7 أيام، هل إنه فما تغيير فيها وإلا فما التزام بالمسألة هذه وهذه لا رجعة فيها؟ حبينا نشوفوا معناه شنو الجديد في المسألة هذه، وهل إنه سيستم فعلا الاستغناء عن 7 أيام الحجر المفروضة على القادمين خاصة من فرنسا والكل. شكرا. شكرا. أول حاجة بالنسبة لتطور عدد التحاليل ونتائج متاعه، هو النقص هذا ناتج عن نقص في طلب التحاليل، وإحنا كمعيار كالتقييم بالنسبة لعدد التحاليل مش العدد متاعهم، هي نسبة الإيجابية اللي قلت عليها قبل، معناتها نقص مع عدد التحاليل الإيجابية على التحاليل اللي تم إنجازها. النسبة هذيك نقارنوا بها، كانت أسبوعين التالي قلت لك فوق 30%، حاليا ولات حوالي في 20%، وهذا مؤشر إيجابي، مش خاطر يلزم النسبة تكون ضعيفة برشا، إلا ثم تطور ملحوظ إيجابي، إلا ما لزمناش ناخذوه كوم معناتها سي ربحنا الحرب، مازلنا ما ربحناش الحرب. بالنسبة للتلقيح، تو يحكي لنا سي الهاشمي بعد على التفاصيل نتاعو. اللي نجم نقول أكيد باش نعملوا حملة اتصالية قوية، ما إن تبدأ تاريخ وصول قدوم التلقيح يكون واضح لنا احنا، دونك الحملة مش تكون تدريجيا، مش نعملوا عليكم، نعملوا على كل وسائل الإعلام، مش حاطين استراتيجية اتصالية واضحة، أما دابينا ما نغلطوش كما عملنا وقت الجريب، دونك نعملوا الحملة وقت يبدأ التلقيح موجود حتى تكون بيان سيبلي، ونمشيو للعباد اللي هما بيدهم باش يلقحوا في الفترة هذيك. إجراء بالنسبة إجراءات الحجر، هي إجراءات أخذناها مش نحميو بلادنا من دخول السلالة الجديدة إلى تونس. الإجراءات هذه يوم الاثنين مش نعلموا على بعض إجراءات نوضحوها ننظموها. أحدثنا خلية لتصرف المطالب المواطنين التوانسة اللي يحبوا يجيوا لتونس في الظروف هذه، وحددنا بعض الظروف اللي هي تمكن المواطنين مش ياخذوا تراخيص لعدم القيام بالحجر الصحي، تتعلق خاصة بالناس اللي عندهم أقربائهم توفى ربي يرحمهم، واللي عندهم قريبهم مريض في حال اختيار يحبوا يزوروه، واللي عندهم مهام إدارية ولا تجارية متى أكيدة ولا رياضيين متى برش عديد القطاعات، وضحناها مش تخرج في بيان إن شاء الله يوم الاثنين مع قائمة النزل اللي معنية بالحجر الصحي هذا. تفضل سي هاشم. تفضل. سيد الوزير، يعني في علاقة بالحجر الصحي بالحجر الصحي الإجباري، هل هناك ضغوطات سياسية على اللجنة العلمية أو وزارة الصحة في علاقة بالحجر الصحي الإجباري، خاصة أنه في الفترة السابقة عدم الالتزام ومواصلة هذا القرار أدى إلى كارثة وبائية ما نحبوش تتعاود؟ هي كما قال زميلتك، ثم صحيح مواطنين في الخارج عندهم شكون يمثلهم في مجلس النواب يدافعوا على مصالح المواطنين التوانسة هذوما، احنا نقدروا الظروف نتاعهم، اما الكل نضحيوا شويه من بعضنا باش نحميوا كما قلت بلادنا، ما نخليوش السلاله هذه تدخل الى تونس، اقصى جهد نبذلوه مع بعضنا مده معينه وبعد يجيو التلقيح والناس كل ان شاء الله نلقحوا ونحميوا رواحنا ونحميوا بلادنا. بارك الله فيكم. تفضل سيدي. نحب نجاوب على حكايه وقتاش التلقيح. كما تعرفوا الدفعات الاولى بتجي عن طريق منظومه كوفاكس، والاخر معناها اللي المراسله الاخرانيه اللي هي لها توا
حوالي 10 ايام يقولوا لنا في نص فيفري. احنا بيسير باقي في اتصال معهم وعلمنا اللي معناها تنجم تكون اسبوع ينجم يكون بعد النجم. واحنا نعطيه الدات بالضبط وقت اللي تجينا المراسله باش تقول لنا باش تجي في الوقت الفلاني في الطائره الفلانيه اكسترا. احنا توا مازلنا دونك حاضرين رواحنا الامور باش تبدا منا الاخر فيفري باش نبداو ان شاء الله نقتنيو الدفعات الاوليه اللي باش تمشي كما تعرفوا للطاقم الصحي وللناس اللي عندهم الاولويه اللي اعلنا عليهم لنا مده. توا نحب نرجع حكايه لي تيست وحكايه معناها علاش الناس معناها يقعدوا الحجر الصحي اكسترا. هذه حاجه مهمه كما تعرفوا توا في العالم فما سلالات جديده وفما سلالات اللي المناعه اللي تكتسب بعد المرض الطبيعي والا بعد التلقيح ولات ما عادش معناها نقصت النجاعه نتاعها ضد السلالات الجدد. اوكي وفما حتى بعض البلدان اللي تشكل معناها حاجه اشكال. فما حتى في افريقيا الجنوبيه وقفوا التلقيح وبعد عاودوا رجعوهم على خاطر قال لك ما عادش يحميو الى اخره. دونك احنا واعين بهذا اللي نتبعوا في السلالات هذيا في بلادنا بالتقطيع الجيني وايضا من التدابير اللي صارت واللي يلزم البي سي ار تكون سلبيه ويلزم يكون الحجر الصحي حتى للناس اللي عملوا مرضوا وبراو واللي هما نورمالمون عندهم المناعه حتى الناس اللي لقحوا واللي هما محميين. دونك هذايا معمول على خاطر نعرفوا في الفئات هذيا تنجم يكون حامل الفيروس وينجم يكون ينجم يعدي. هذه فرضية موجودة علميا اللي ندقوا فيها أكثر. نهار اللي تولي الفرضية هذه ما عندهاش امباكت احنا نقوله كبير على انتشار الفيروس ولا العدوى وقتها باش ناخذوا التدابير اللي لازم اتخاذها. بور المومون مازلنا اللي يجي من برا مهما كان معناها الستاتيو نتاعو يلزمو بي سي ار تكون سلبيه ويلزم يعدي جمعه في الحجر الصحي ويعمل بي سي ار اخرى كي باش يخرج باش نبداو متاكدين اللي هو ما عندوش مرض وما نجمش يعدي. وهذه معناها مزور باش تحمينا خاصه في الوضع الحالي مع انتشار السلالات الجدد.